بسم الله الرحمن الرحيم، إخوان والأخوات، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير بكم واحد الجولة انطلاقا من باب الجينز إلى باب تيزين. لأن إحنا خرجنا من الجهة ديال الهادي ولا الشيخ الهادي بن عيسى، هذه المقبرة اللي على اليمين ديال الهادي بن عيسى. كندوزو من هاد الطريق اللي هي مختصرة، أولا في اتجاه ديال بحال غادي لسيدي بابا، لأن هنا احنا قربنا الباب تلت فحال وهذا ثلاثة ديال الأقواس معروفين بثلاثة فحول. هنا على اليسار المدخل إلى حي سيدي بابا، كندور على اليمين باش نخرجو اولا الباب بردعيم، لأن هذا الباب اللي هو مقابل معنا هو باب بردعين، وكتبها مسمعة ديال المسجد بردعين اللي فات له طاح واحد الوقت يوم الجمعة وماتوا فيه بعض المصلين. إذا غادي ندخل للداخل، ندير لكم واحد الجولة من الداخل حيت كاين الباب الأول والباب الثاني وبيناتهم واحد الساحة دايرينها موقف للسيارات. أنا كما كتلاحظوا لأي إصلاحات أو ترميم ديال هاد تقريبا مكناس كلها المآثر ديالها التاريخية في طور الإصلاحات والترميمات. دينا هاد الباب كدخلنا الباب ديال المدينة النيط القديمة، انا غادي نغير الاتجاه، غادي نمشي بحال الاتجاه ديال الباب تيزيمي.
كنخرجو كندورو على اليمين، هنا واحد الرؤية بانورامية. مقابلة للمنظر الجميل. هنا واحد الحديقة اللي تبع البابتيزيمي. هنا في بابتيزيمي كاين واحد المعهد التكنولوجيا. إذا كندور هنايا على اليمين، إذن هذا هو الباب اللي مقابل معنا، هو باب تيزيمي. إذن إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، فرجة ممتعة.